السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم بقناتكم قناه بيتكوين العرب. اصدقائي، اول شيء انسحاب من الموقع، الموقع بيدفع بعمله اليو اس دي تي على المحفظه الوسيطه فوشيت باي بحد ادنى للسحب بسيط جدا 0.01، يعني اقل من سنت من الدولار، وهذا شيء كثير منيح. طبعا انا معي تقريبا 1000 نقطه بيطلعوا 10 سنت من الدولار. شايفين اصدقائي، طبعا مختار انا اليو اس دي تي، هاي الكميه الموجوده 10 سنت بنزل لتحت، هذا عنوان محفظتي داخل الفوشيت باي، بروح على ويزدرو بضغط عليها وبنتظر التحميل. طبعا دفع الموقع بشكل فوري، راحوا على الفوشيت بي مثل ما كنتم ملاحظين اصدقائي. طبعا بروح على الفوشيت بي، بحدث صفحة الدفعات حتى شاهد الدفعة داخل الفوشيت بي. طبعا هي الدفعة 0.1، يعني تقريبا 10 سنت من الدولار. لايت كوين لاين، هذا هو الموقع، النورمال بيمنت 10 مارس اذار 2023. طبعا اصدقائي، موقع ممتاز، من افضل المواقع واسهلها بمجال الربح بالانترنت، بيشتغل تقريبا من حوالي سنه. اذا يوم من الايام جيت تسحب ولقيت في رصيد عادي، اسحب بعد 24 ساعه بتلاقي في رصيد بشكل اعتيادي مع هذا الموقع. طيب، بعد ما شفنا اسباب السحب ننتقل للتفاصيل. طيب بسم الله نبدا. اول شيء، التسجيل بهذا الموقع جدا سهل، كل ما عليك انك تضغط على لينك تسجيل راح تلاقيه بصندوق الوصف. طبعا لينك مباشر، انا ما بستخدم اي روابط مصارعه، هذا اللينك بياخذك على المدونه الخاصه فيه، المدونة الخاصة فيه في لينك مباشر، يعني ضغطين اخي الكريم بتفتح معنا هاي الصفحة. نحن بنسجل الموقع، بنروح على كلمة ريجستر هاي اللي هون وبنضغط عليها. طبعا بيقول لك الموقع عبي هاي البيانات، ايميل، اسم مستخدم، باسورد، نعيد الباسورد، ننزل لتحت من حل كباتشا الريجستر بيكون صار عندنا حساب. طبعا الموقع بعت لنا رسالة تأكيد على البريد اللي نحن سجلنا فيه، ممكن نلاقيها بالبريد الوارد، وبعض الأحيان بتجيب الرسائل غير مرغوب فيها. في لينك بضغط عليه بتفعل الحساب وبصير جاهز للربح من هذا الموقع. بعدين بسجل دخول لحسابي، ايميل، باسورد، وبسجل دخول للحساب. طبعا اصدقائي، هاي واجهه الموقع من الداخل، نحن بنجمع توكن، وهي التوكن نسحبها بعمله اليو اس دي تي مثل ما شفنا ببدايه هذا الفيديو. انا كيف بدي بلش جمع هاي التوكن؟ عندي هون مجموعه من طرق الربح. عندنا هون اصدقائي الصنبور مانوال فوشيت، اذا ضغطت عليه طبعا دائما بس يطلع لي صنبور، بضغط على المساحات الفاضيه، اذا في اي نافذه منبثقه ما بضطر حل الكباتشا مرتين. بعدين بحل الكباتشا والانتي بوت. claim your reward، طبعا كسبنا طبعا قيمة هذا الصنبور او هاي المطالبة، بعد 5 دقائق فيني ارجع طالب من هذا الصنبور اصدقائي. طبعا في عنا طرق تانية كتير للكسب، عنا هون رابط مقصرة الشورت لينك، اذا ضغطت عليها عنا مجموعة من الرابط مقصرة، هذا الرابط ب 30 توكن، هذا الرابط ب 70 توكن، 25 توكن، 20 توكن، 15 توكن. طبعا هذا الرابط هو كتير سهل ترافيكلز، وين ما بتشوفه على اي موقع اتجاوز وكساب قيمه ب 70 توكن مانو سيئين ابدا. كل ما لي نروح على كليم، ممكن يعطيني كباتشا داخل اللاندنج بيج في البداية. جو أخذني لرابط ترافيكلز، كل ما علي إني آخذ طبعا هون نسخ هاي الكلمات، شايفين أصدقائي، ولازم أروح على جوجل أبحث على هذا الموقع. طبعا بحثت عنه، كان أول خيار ضمن خيارات البحث، أحيانا بيطلع ثاني ثالث رابع خيار، أنت المهم دقق يكون الموقع صحيح. بنزل الموقع لتحت، شايفين أصدقائي في هاي الكلمة الحمراء، بضغط عليها في عدادة رقمية بسيطة 60 ثانية. هذا الرابط هو من أسهل الروابط أصدقائي، شوفوا على كل المواقع اللي أنت بتشتغل عليه، إذا وجدتوا تجاوزوا دائما قيمه أكثر من الروابط الثانية. طبعا انتهت العدادة الرقمية، باخذ أصدقائي الكلمة اللي أعطاني إياها، برجع لموقع الروابط، بحط الكلمة هون، Enter the confirmation code، طبعا هيك بسكر، بحل الكباتشا اللي هون. كليك هير تو كونتينيو، بضغط عليها راح يرجعني للموقع المشروح. بضغط على كليك هير تو كونتينيو، بيعطيني هون عدادة رقمية آخر مرحلة، بروح على كلمة جيت لينك، بس انتهي العدادة بيرجعني للموقع المشروح. طبعا أخذنا 70 توكن، كمان عندي محاولة تانية من ترافيكلز بيجددوا كل 24 ساعة، ممكن نكسب منهم. طبعا أصدقائي عندنا كمان هون إعلانات بي تي سي، شايفين أصدقائي أكثر من 30 إعلان، هذا الإعلان ب 30 توكن، 30 توكن كل ما عليه إنه جو 7 ثواني بشاهده بكسب قيمه. وعندنا ممكن نلاقي بعض المهمات نأديها، عندنا اوفر وول او العروض، عندنا العروض الاساسيه اللي نحن بنشتغل عليها داخل المواقع كلها موجوده هون، مثل تايم وول، نوتيك، بيتكو تاسك، اوفر روك، بيتس وول، وانداز، مونوليكس، اوفر توروس، كي بي اد، سي بي اكس سيرش، اد جيت ميديا، ايات ستوديو، كلهم موجودين وكلهم ممكن نكسب منهم مبالغ، شيء منيح يعني، مبالغ جدا كبيره يا اصدقائي. بروح على مونوليكس بضغط عليها. طبعا الى الموقع المهمات او العروض اللي بتاديها خلال 72 ساعه بتنضاف في رصيدي بشكل اعتيادي. مثلا هاي المهمه ب 10، او هذا العرض ب 10 دولار، هذا العرض ب 9 دولار، هذا العرض ب 8، 7، شايف اصدقائي 6،
4-4-4 طبعا كلها قيم كويسة. هون 70 سنت 65 سنت، هون 8 او 56 سنت من الدولار. شايف اصدقائي كل هاي القيم ممكن اكسبها، في عندي صفحات وصفحات من العروض كلها ممكن اديها واكسبها. طبعا كل ما علي اني اضغط على الارض شوف المطلوب منه بالشكل الصحيح، ادي بالشكل الصحيح، لا استخدم بروكسي وفي بي ان وطرق احتيالي راح يكتشفني الموقع على الاغلب، او شركه العروض المشغله طبعا راح تكتشفني على الاغلب، دائما عندهم طبعا حمايه عاليه وراح يحصروني. فانا بفضل حافظ على حساباتي، اشتغل بشكل صحيح، اكسب بشكل صحيح مشان ينضافوا برصيدي بشكل صحيح. وكمان ممكن الاقي استطلاعات راي، ممكن الاقي اعلانات، الاعلانات بشكل اعتيادي بنضافه بشكل فوري، لكن قيم صغيره 0.02 مثلا 12 0.39 شغلات بسيطة. أما العروض شايفين أصدقائي بالدولارات 10 دولار 9 دولار طبعا ممكن ياخذ منك العرض يومين أو ثلاثة لتأدي، ما راح يكون شيء بسيط، راح يكون شيء بده شوية شغل. شوف المطلوب أدي بالشكل الصحيح بمعنى أخي الكريم، وراح تكسب مبالغ منيحة على هذا الأساس. كمان الإعلانات ما نسي نكسبها كمان بطريقنا، مثلا إذا بروح على واتش آد فتح معي الإعلان، شايفين أصدقائي بصفحة ثانية بنتظر هذا الخط يكتمل، طبعا انتهى الخط شايفين اصدقائي، انحلت معي الكباتشا اوتوماتيك احيانا بيعطيني اياها، اكسبنا طبعا قيمه هذا الاعلان. بتابع كمان بقيه الاعلانات بكسب القيم الخاصه فيها، وبتابع بكل العروض هاي حتى مثلا عروض الايات ستوديو اوفر فور اول، فيها عروض مميزه كمان شوفهم واكسب منه، راح تكسب منه ان شاء الله اكثر من 10 دولار يوميا، لكن بدهم شغل. اما بس هيك مشاهدي وهيك ما راح تكسب مبالغ كبيره، خلي عندك هاي الفكره. كمان الموقع فيه تعدين من كلمة مايننج، اضغط عليها فيني اعدن داخل هذا الموقع. طبعا هذا التعدين بيعتمد على قوة جهازي، بشغل التعدين بكسب على هذا الاساس، بترك المتصفح شغال، لكن انا ما بفضل اعدن على جهازي، ممكن يتعب الجهاز لانه راح ياخذ من موارده. هذا تعدين حقيقي مو تعدين سحابي، بيعتمد على قوة جهازي اخي الكريم، اذا كان جهازي قوي بيعدن اكثر، اذا كان ضعيف بيعدن اقل طبعا بطبيعة الحال. كمان الموقع فيه رابط احالي من كلمة ريفرال، اضغط عليها بصير لي رابط احالي خاص فيه، باخذ كوبي بوزعه للاصدقاء لاستفاد من الموقع بشكل افضل. وانت يا اخي الكريم لازم تعمل نفس الشيء مشان تزيد ربحك من هاي النوعيه من المواقع. كمان في بانرات ممكن تحطهم بالمواقع والمدونات الخاصه فيك لتجذب الاصدقاء لهي النوعيه من المواقع وتكسب بشكل افضل. طبعا اصدقائي دائما بعيد اي سؤال عن مجال الربح من الانترنت بشكل عام، ربح حملات الرقميه بشكل خاص، الباير الفوشيت بي ادبي كاش وغيرها، اكتبوا لنا اياها بالتعليقات وان شاء الله بنقدر نساعدكم. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.